استطاع السوريون في إقليم كردستان العراق الاندماج مع المجتمع المضيف والتأقلم السريع فيه رغم بعض الاختلافات المتعلقة بالعادات والتقاليد واللهجة الكردية المحكية بالإقليم والتي تختلف عن لهجة أكراد سوريا، كما تمكن السوريون من تعريف المجتمع المضيف بهويتهم الثقافية إذ باتت الأطعمة السورية مطلوبة بين سكان الإقليم. أينما ذهبت؟ ترى محال ومطاعم سورية تجذب المارين إليها وتعود بك بالذكريات إلى أحياء دمشق. هنا مدينة أربيل عاصمة أقليم كردستان. خلال السنوات الأخيرة اندمج السوريون بشكل واضح مع المجتمع المضيف، فرغم بعض الصعوبات استطاع السوريون إضافة بصمتهم في أماكن وجودهم، كما فعل عبدين الذي دمج المطبخ السوري مع العراقي مقدماً أطباقاً ومأكولات تجمع بين البلدين. من 41 سنة تقريباً نحن بمجال المطاعم. الورثة يعني اللي أخذتها من الوالد الشيفي هذا مجال المطاعم، يعني فيك تقول أنه شلت إيد وبلشت بالشغل، بلشت كمطاعم، وبعد ما مر مع مرور الوقت نحن طلعنا على العراق. دمجنا نحن بين المطبخ السوري والعراقي مع بعض، يعني حبينا نسوي شيء، حبينا نفتح بمجال الشغل ندمج مطبخين سواء عراقي ولا كان سوري. والحمد لله يعني كان بدايات في صعوبات، بس بحكم انه الشعب هون كان يزور سوريا كثير، كان ياكل اكلات سوريه، فاحسنا يعني نطفي الصعوبه بسهوله تماما. فنحن عندنا اكلات سوريه، اكلات عراقيه، عندنا اطباق شرقيه، اطباق غربيه. التنوع السكاني الذي تشهده مدينة أربيل جعل منها المكان الأنسب للعيش والعمل لكثيرين من السوريين. أما فيما يتعلق بلغة سكان المنطقة فهي اللهجة السورانية، والتي تختلف عن لغة أكراد سوريا أتقنها قسم منهم وانخرطوا ضمن سوق العمل في إقليم كردستان. ندرس شوي اللغة مع أنه في اختلاف كبير بين الكردي السوراني اللي هو هون بإقليم كردستان وبين الأكراد سوريا اللي هن عنا. ففي كتير شغلات الحمد لله هلا تعلمناها، مثلا بنحب نطلع على شي مكان على شي منطقة نعرف نروح مع صاحب التاكسي نقول له مثلا كويبا شي سمتا مثلا شو السعر لوين إنه للمنطقة اللي بدك تروحها، وفيك بدك تروح مثلا بدك تشتري تياب فيك تمشي حالك باشي يعني كيفك كاكا أخي. طبيعة العادات والتقاليد وجغرافيا المنطقة سهلت من عملية اندماج السوريين في إقليم كردستان، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها حكومة الإقليم للسوريين فيما يتعلق بالعمل والإقامة. مع قدوم السوريين إلى إقليم كردستان زاد النشاط في عموم الأسواق التجارية الذي تشهد انتشاراً للبضائع والمنتجات السورية وأقبالاً عليها حتى من المجتمع المضيف. للتلفزيون سوريا رودي إبراهيم أربيل. ينضم إلينا كذلك رودي إبراهيم مراسل تلفزيون سوريا في أربيل. مرحباً بك رودي وشكراً على هذا التقرير. هل أنت تتكلم السوراني أم الكورمنجي؟ نعم يا رأي، يعني بحكم يعني البعد الجغرافي والتاريخي للشعبين الكردي في سوريا والعراق، يعني ربما هي ليست بالطبع على أكراد سوريا، وهو الأمر الذي يعني لم نذكره ضمن التقرير بحكم يعني هذه القرابة يعني بين أكراد سوريا وأكراد العراق. هم يعتمدون على اللغة الكرمانجية الخاصة باللهجة الكرمانجية الكردية الخاصة بأكراد سوريا، والتي تختلف عن اللهجة السورانية الكردية الخاصة في أكراد إقليم كردستان. تختلف كتابة ولفظا صحيح؟ كتابة ولفظا؟ بالتأكيد كتابة ولفظا، يعني اللغة الكرمانجية البهدنية هي تكتب بحروف فاتنية، أما اللهجة السورانية هي تكتب بحروف يعني عربية، يعني أحرف عربية، وهي ربما يعني كتابة صعبة على أكراد سوريا، لكن أتقنوها بحكم يعني تواجدهم خلال سنوات طويلة من اللجوء هنا في إقليم كردستان العراق، الأمر الذي سهل عليهم بشكل كبير تعلم تلك اللغة. وبعض الآخر ربما يعتمد على لغته الأصلية اللهجة الكردية البادنية بحكم بعض مناطق إقليم كردستان العراق وبالتحديد محافظة الدهوق ومنطقة زافو، يعني هي تتكلم اللهجة البادنية وقريبة
بشكل كبير الى لغه اكراد سوريا، وهم يعني ربما يعني يفهمون على بعضهم البعض بشكل جيد. هنالك مصطلحات وكلمات مشتركه بين اكراد سوريا وايضا الاكراد في محافظه دهوك ومنطقه زاخو بالتحديد، بحكم كما ذكرت القرب الجغرافي والبعد التاريخي للأكراد في تلك المنطقة. أما القسم الآخر من السوريين الذين أتقنوا اللغة السورانية هم السوريين غير الأكراد، السوريين العرب الذين لجأوا إلى أقليم كردستان العراق خلال السنوات الأخيرة وتعلموا اللغة السورانية إلى درجة كبيرة. ربما بعض الأشخاص يتكلمون اللغة السورانية ويتقنونها بشكل جيد أكثر من أكراد بعض أكراد سوريا المتواجدين هنا في إقليم كردستان العراق، وذلك كما ذكرت بحكم اعتمادهم على اللغة لغتهم ولهجتهم الخاصة بمنطقتهم. يعني معظم السوريين العرب يعني الذين أصبح لهم 10 سنوات و8 سنوات يعني الآن هم يتكلمون بشكل جيد باللهجة السورانية ويتنقلون بين محافظات إقليم كردستان العراق، ويعني حين ذهاب إلى بعض الماركتات والسوبر ماركتات يعني أو الأماكن الخاصة التي تواجد فيها الأفراد يتكلمون معهم بلهجتهم، وهو أمر ربما يساعد هؤلاء الأشخاص في الاندماج بشكل كبير مع المجتمع. أما القسم الآخر فيما يتعلق بموضوع الاندماج من ناحية العادات والتقاليد والثقافة أهل المنطقة فهي لا تختلف كثيراً. ثقافة السكان في العراق وإقليم كردستان هي لا تختلف كثيراً عن الثقافة السورية. يعني العادات والتقاليد ربما هي متشابهة إلى حد ما. موضوع يعني البيت ربما هي أيضاً يعني لا تختلف كثيراً يعني بين بعض المناطق في بغداد أو بعض المحافظات العراقية العربية الأخرى، وأيضاً كدمشق وبعض المناطق الأخرى بحكم يعني الزيارات الكثيرة والتبادل يعني السياحي الذي حصل بين البلدين خلال العقود الماضية. يعني هذه الأمور كلها يعني سهلت من عملية الاندماج. أيضاً موضوع الأكلات السورية والمأكولات السورية التي اشتهرت في إقليم كردستان والعراق بشكل كبير. الشاورما السورية هي الآن مشهورة في إقليم كردستان العراق بشكل كبير. أيضاً اليلانجي وبعض المقبيلة حتى البابا غنوش لم تكن معروفة هنا في إقليم كردستان العراق، لكن مع قدوم السوريين بعد الآن يعني زاد الطلب على تلك المأكولات من قبل المجتمع المضيف هنا في إقليم كردستان وأيضاً سكان بعض المحافظات. أهم شيء الطعام رودي، يعني أقصر طريق لتعارف للناس. طيب بدي أسألك عن وأنت يعني صورت بعض من هذه التفاصيل في التقرير، إنه التسهيلات التي تقدم، يعني اليوم يبدو أن سوريا يستطيع إن كان لديه رأس مال أن يخرج إلى أربيل أو أي منطقة بكردستان العراق ويقوم بفتح مشروع، صحيح؟ هل يحتاج إلى الكثير من الأوراق؟ لا يعني بالتأكيد هنالك تسهيلات قدمة هؤلاء السوريين. يعني اليوم نشاهد عشرات المطاعم السورية تحمل أسامي سورية في مناطق ذات دلالات سورية منتشرة في عموم المحافظات في إقليم كردستان العراق، أصحابها يعملون. أيضا بعض الشركات الخاصة، شركات العمارة والبناء، أيضا الشركات الكهربائية، المقاولات الكهربائية والتجارية، يعني جميعها يعني تحمل معظم الأصحاب يعني التي أصحابها السوريين يحملون الطابع السوري متواجدون هنا في إقليم كردستان العراق ويعملون بشكل جيد دون وجود أي تعقيدات. لكن هنالك بعض الشروط بالتأكيد يجب توفرها حتى القيام بفتح تلك المشاريع هنا في كردستان. يعني على ذكر الأمثلة، أنا الآن متواجد أمام إحدى المطاعم السورية وتحمل اسم ربوة الشام. يعني هذا المطعم هو إحدى المطاعم السورية والكافتريات المعروفة هنا في إقليم كردستان العراق. أيضا الشخص الذي خرج ضمن التقرير مطعم كوجا عفرين، وهو مطعم كردي يحمل طابع سوري وطابع عراقي وطابع كردي منوع في كردستان العراق وأيضا منطقة عفرين. يعني المطعم يعني يقوم بدمج جميع تلك المأكولات الخاصة بتلك بسكان تلك المناطق، سواء كان المطبخ السوري أو العراقي أو المطبخ الخاص في إقليم كردستان العراق. يعني يقدم لزبائنه جميع المأكولات، وهو إشارة إلى الاندماج الكبير الذي حصل بين السوريين والعراقيين وسكان إقليم كردستان العراق بحكم السنوات الطويلة التي يعني أصبح لهؤلاء السوريين هنا في إقليم كردستان العراق والعداد الكبير. يعني هناك أكثر من 400,000 لاجئ سوري متواجدون في إقليم كردستان العراق، عدا عن الأشخاص الذين
دخلوا بشكل نظامي عبر تأشيرات الدخول إلى إقليم كردستان العراق على أعداد كبيرة جدا، خاصة السوريين الذين قدموا من مناطق النظام يعني بأعداد كبيرة، يعني دخلوا إلى إقليم كردستان العراق واندمجوا ودخلوا إلى سوق العمل، يعني رغم بعض الصعوبات كانت أجدت الاختلاف في اللغة، وأيضا يعني كل فرص العمل في الفترة الأخيرة أيضا هما يعني زاد من تلك الصعوبات على أولئك. شكرا جزيلا لك مراسل تلفزيون سوريا في أربيل رود إبراهيم.